بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الأمانة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم، ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان في في حتى أتيت وأبطأت على أمي، فقلت: ما حبسك؟ قلت فقالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها وبه إليه. قال: باب إذا التفت التفت جميعا. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء قال: حدثني عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال: أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان ربعة وهو إلى الطول يقرب، شديد البياض أسود شعر اللحية، أو شديد البياض أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الجبين، أو مفاض الجبين، يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أر مثله قبل ولا بعد. وبه إليه قال: باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبي عن جدي أنه قال: قال لي عمر: إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. باب: هل يقول من أين أقبلت؟ قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه قال: كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، أو يسأله: من أين جئت وأين تذهب؟ وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد أنه قال: مررنا على أبي ذر بالربادات فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مكة، أو من القوم، قلنا: من البيت العتيق. قال: هذا عملكم؟ قلنا: نعم. قال: أما معه تجارة ولا بيع؟ قلنا: لا. قال: استأنف العمل. وبه إليه قال: باب من استمع إلى حديث قوم له وهم له كارهون. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيه. قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنف. باب الجلوس على السرير. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثنا عبد الله بن مطالب عن العريان بن الهيثم أنه قال: وفد أبي إلى معاوية وأنا غلام، فلما دخل عليه قال: مرحبا مرحبا، ورجل قاعد معه على السرير. قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ قال: هذا سيد أهل المشرق، وهذا الهيثم بن الأسود. قلت: من هذا؟ قال: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟
قال ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منه. ثم قال يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية أنه قال جلست مع ابن عباس رضي الله عنهما على سرير. وبه إليه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقعدني على سريره فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت عنده شهرين. وبه إليه قال حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن مكين قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمور بشريط تحت رأسه وسادة من أدم حشو عليه ما بين جلده وبين السرير ثوب. فدخل عليه عمر فبكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال أما والله ما أبكي يا رسول الله إلا أكون وأعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر فهما يعيثان فيما يعيثان به من الدنيا وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لكم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فإنه كذلك. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل إليه وترك خطبته فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد نراه خشبا أسودا حسبه حديدا. فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتم خطبته آخرها. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن ذي قال أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر. وعن أبيه عن عمران بن مسلم أنه قال رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس أنه قال سمعت سعيدا المقبوري يقول مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم في صدري فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وأنه قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارم صب في أذنه الآنك ومن تحلم بحلم أو بحلم كل فان عقيدة شعيرة. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب اذا كانوا اربعه. وبه اليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزن ذلك. وحدثني أبو صانع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قلنا فإن كانوا أربعة قال لا يضره. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا كانوا أربعة فلا بأس.
باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: فإذا شئت. فقام فاتبعته حتى بلغ الباب. باب لا يجلس على حرف الشمس. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. باب الاحتباء في الثوب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة أن يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ أو ينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهم ويكون ذلك بيعهم عن غير نظر. واللبستين الشمال الصماء والصماء، وأن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب من ألقي له وسادة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم. قال: فدخل علي فألقيت له وسادة من دم حشوالي، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه واقف. فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله. قال: خمسا. قلت: يا رسول الله. قال: سبعا. قلت: يا رسول الله. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدار صيام يوم وإفطار يوم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها. باب القرفصاء. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، وكانتا ربيبتين. قيلت أنهما أخبرتهما قيلت رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي المتخشع في الجلسة أرعبت من الفراق. باب التربع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن حديم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني أبو رزيق أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا، واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى. باب الاحتباء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وأبو بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثني قرة بن موسى الهجيمي عن سليم بن جابر الهجيمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، وإنه دابها أو إنها دابها على قدمي، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تبرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسفال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله عز وجل. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله علي وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن أبي فديك أنه قال:
حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجبل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ما رايت حسنا قط الا فاضت عيناي دموعا، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فاخذ بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف فيه ونظر، ثم انصرف وانا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاعتبى، ثم قال: اين نكاع؟ ادعوني نكاعا. فجاء حسن يشتد فوقع في حجري، ثم ادخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: اللهم اني احبه فاحببه واحب من يحبه. باب من برك على ركبتيه. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا. فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى أما والذي نفس محمد بيده أما والذي نفس م... أما والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرضها وفي عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. باب الاستلقاء. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدثه عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: رأيته، قلت لابن عيينة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبي أنه قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. باب الضجعة على وجهه أو الضجعة على وجهه. قال حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال حدثنا ابي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلامه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن طخفه الغفاري ان اباه اخبره انه كان من اصحاب الصفه، قال: بين انا نائم في المسجد من اخر الليل اتاني ات وانا نائم على بطني، فحركني برجلي فقال: قم، هذه الضجاعه يبغضها الله عز وجل. فرفعت راسي فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على راسي. وبه إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي من آل فلسطين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه، فضربه برجله وقال: قم، نومة جهنمية. باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. باب أين يضعون عليه إذا جلس. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما إلى جنبه. باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أزر بن سعيد أنه قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرش أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. وبه إليه قال: باب من بات على سطح ليس له سترة
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبرنا عمر رجل من بني حنيفه وابن جابر عن وعنة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد بريت منه الذمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر وبه إليه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن علي بن عمارة أنه قال: جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فصعدت به على سطح أجلح. قال: فصعدت به على سطح أجلح فنزل وقال: كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي. وبه إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات على إنجار أو إجار أو إجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة. ومن ركب البحر حين يرتج أو حين يرتج يعني يغترم فهلك برئت منه الذمة. باب هل يجني رجليه إذا جلس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر أو مدليا رجليه في البئر. باب ما يقول إذا خرج لحاجته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن ابي مريم ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. وبه اليه. قال حدثنا محمد بن الصلت ابو يعلى قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج من بيته قال: بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. باب هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وأن يتكئ بين أيديهم. وبه إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العنصري قال حدثنا شهاب بن عباد العنصري وأن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال: لما بدأنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا حتى إذا شربنا القدوم تلقانا رجل يوضع على قعود له فسلم. فرددنا عليه ثم وقام وقال: ممن القوم؟ قلنا: وفد عبد القوس وفد عبد القيس. قال: مرحبا بكم أهلا، إياكم طلبت جئت لأبشركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالأمس لنا إنه نظر إلى المشرق فقال: لا يأتينا غدا من هذا الوجه يعني المشرق خير وفد العرب. فبت أروغ حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنتني في المسير حتى ارتفع النهار وأمنت من رجوعي ثم رفعت رؤوس رواحلكم ثم ثنى راحلته بزمامها راجعا يطيع عوده على بدنه حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار. فقال: بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس. فقال: أنى لك بهم يا عمر؟ قال: هم أولئي على أثري قد أضلوا. فذكر ذلك فقال: بشرك الله بخير. وتهيأ القوم في مقاعدهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكى عليه وبسط رجليه فقدم الوفد فبرح بهم المهاجرون والأنصار. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أبرحوا ركابهم فرحا بهم وأقبلوا سراعا فأوسع القوم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله. فتخلف الأشج وهو منذر بن عائذ بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عاصم فجمع ركابهم ثم ناخ وحط أحماله وجمع متاعه ثم أخرج عيبة له وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة ثم أقبل يمشي مترسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إليه. وقال: ابن سادتكم هذا. قالوا: كان أباه سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام.
فلما انتهى الأشهد وأراد أن يقعد من ناحية استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، قال هنا يا أشهد. وكان أول يوم سمي الأشهد ذلك اليوم. أصابته حمارة بحابلها وهو فطيم، فكان في وجهه مثل القمر، فأقعده إلى جنبه وعطفه وعرف فضله عليهم. فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديد. قال هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا نعم. فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله، فجاءوا بصبر التمر في أكفهم، فوضعت على نطع بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، فكان يختصر بها قل ما يفارقها، فأومى بها إلى صبرة من ذلك التمر. فقال تسمون هذا التعضوض؟ قالوا نعم. قال وتسمون هذا الصرافان؟ قالوا نعم. قال وتسمون هذا البرني؟ قالوا نعم. قال هو خير تمركم وأنفعه لكم، وقال بعض شيوخ الحي وأعظمه بركة، وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا، فلما رجعنا أو خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها، وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها ورأينا البركة فيها. باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا معلق قال حدثنا مويب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري أنه قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قال مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قال 4 مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. باب ما يقول إذا أمسى. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو عن أبي هريرة فذكر مثله وقال رب كل شيء ومليكه وقال شر الشيطان وشركه. وبه إليه قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني أنه قال أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه.
قال حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كمل لا كاف له ولا مؤوي. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن موسى أنهما قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو الزبير فهما يطولان كل سورة من القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما له سبعون درجة، وحط بهما عنه سبعون خطيئة. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل السجدة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميط أو سميط عن أبي الأحوص أنه قال قال عبد الله النوم عند الذكر من الشيطان، إن شئتم فجربوا، إذا أخذ أحدكم مضجع وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، وليضطجع على شقه الأيمن وليقل باسمك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين أو قال عبادك الصالحين. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن خازم أبو بكر النخعي قال أخبرنا العلاء بن المسيب عن أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فمن قالهن في ليلة ثم مات على الفطرة. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال باب فضل الدعاء عند النوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت بوجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلتي مات على الفطرة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج بن الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك اختم بخير وقال الشيطان اختم بشر،
فإن حمد الله عز وجل وذكره أطرده وبات يكرهه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فقال مثله. فإن ذكر الله وقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلى قوله لرؤوف رحيم. قال فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل. باب يضع يده تحت خده. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل وما هما يا رسول الله؟ قال يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا، فذلك 50 و100 على اللسان و1500 في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يرحمك الله، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال باب ما يقول إذا استيقظ بالليل. قال حدثنا معاذ بن بطالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، قال فأسمع الهوي من الليل يقول أو الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمع الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. باب من نام وبيده غمر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلامة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. جزيكم ألف خير، أحسن إليكم، يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله. آمين آمين. الله شيختنا أكبر. حفظك الله، سمع اليوم الإخوة حديث الرحمة المسلسل في الأولية ثم قرابة 70 حديثا من الأدب المفرد، ونبشرك شيختنا إن شاء الله غدا نختم كتاب الأدب المفرد بإذن الله. فهل تجيزين الإخوة إن شاء إجازة الله. بما سمعوا وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أيوه. يعني قد أجازتكم إجازة خاصة وعامة بجميع المرويات.
وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد إن شاء الله، الله يتقبل. قبلنا والعيد له وتشرفنا، كل قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وأعلى منزلتك في الدنيا والآخرة. آمين. الجميع إن شاء الله انقطع. آمين. وفقك الله الذي لا تضيع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، يصلح أولادكم إن شاء الله.